عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع ممثلي 30 من الشركات الهندية الكبرى. يأتي الاجتماع على هامش ملتقى الأعمال المصري الهندي المنعقد بشرم الشيخ بحضور ممثلي 1200 شركة هندية في القطاعات المختلفة، حيث أشاد مدبولي بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والهند، مشيراً إلى أن العلاقات قد تعززت بشكل كبير عقب التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية. كما أكد مدبولي أن مصر والهند سيكونا بإمكانهما تحت مظلة تجمع البريكس تعزيز شراكتهم الاقتصادية، مشيرا إلى أن الهند تعد واحدة من أهم البلدان المستثمرة في مصر. وأشاد مدبولي باستعداد عدد من الشركات الهندية بزيادة استثماراتها في مصر. أعرب وزير البترول طارق الملا عن تقديره لالتزام الشركات الكندية تجاه قطاع البترول والثروة المعدنية المصرية، وخلال جلسة مباحثات له مع وزير الطاقة والتعدين بدولة كندا في إطار المشاركة بمؤتمر أدابك، أشار الملا إلى حرص شركاء مصر من الشركات الكندية على التوسع في أنشطتها في السوق المصرية في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الجانبين. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر واستكشاف وإنتاج النفط والغاز وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في هذا المجال. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا التقدير للتعاون الممتد بين الوزارة ومؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال، خاصة فيما يتعلق بمجالات خفض الانبعاثات والتحول الطاقي. جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال ورئيس مؤتمر سيراويك الذي تنظمه المؤسسة، حيث أكد إلى أهمية كبيرة لخفض انبعاثات غاز الميثان في إطار عضوية مصر في التعهد العالمي لغاز الميثان في المسار المعني بالبترول والغاز. من جانبه أشاد نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال بالتعاون الممتد والمثمر مع قطاع البترول المصري، معربا عن تطلعه لمشاركة إيجابية لمصر في فعاليات مؤتمر سيراويك في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مارس لعام 2024. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط بعد خسائر كبيرة تكبدتها أسعار النفط في الجلسة السابقة بظل توقعات طلب غير واضحة وإبقاء لجنة أوبك بلس على تخفيضات إنتاج النفط للحفاظ على إمدادات محدودة. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.18% لتصل إلى 84.80 دولارا للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.27% مسجلا 85.15 دولار للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.91% لتصل إلى 3.5 دولارات للتر. هذا وارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.63% لتسجل 3.04 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قالت وزارة الطاقة التركية إن خط أنابيب النفط الخام من العراق إلى تركيا المتوقف منذ حوالي 6 أشهر جاهز للعمل اعتباراً من الأربعاء القادم. وأضاف وزير الطاقة التركي أن أنقرة ستستعد لبدء إرسال الشحنات عبر خط الأنابيب النفطي، وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر طريق تصدير النفط من شمال العراق بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية يقضي بدفع أنقرة تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها ما بين عامي 2014-2018. تتوقع الحكومة الأسترالية انخفاض الدخل من المزارع الأسترالية بسبب الظروف المناخية. وأوضحت الحكومة أن الطقس الجاف وانخفاض أسعار الماشية يؤديان إلى تراجع متوسط الدخل من المزارع بنسبة 41% في السنة المالية 2023-2024، مما يعود بها إلى مستويات سجلت آخر مرة قبل 3 سنوات.